أوروبا تبحث العقوبات الأقصى على إيران وتنتظر موافقة القضاء لتصنيف حرسها الثوري إرهابية. طهران تتحدث عن استمرار الرسائل بشأن النووي، وتقرير بريطاني يحذر من امتلاكها السلاح في غضون أسابيع. السوداني يعفي محافظ البنك المركزي وحلفاء إيران يتراجعون أمام الدولار وتهريبه إلى الجوار. التحالف يدحض مزاعم قصف حدودي ويؤكد دعمه هدنة اليمن المنتهية، والأمن يضبط شحنة تجهيزات مسيرات للحوثي. أهلا بكم إلى استوديو الحدث على مدى ساعتين، نفتح فيهما عددا من الملفات، نوفيكم بكل الأخبار العاجلة والمستجدة. يجتمع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي اليوم لمناقشة توصيات البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على إيران ردا على قمع الاحتجاجات وللدور الذي تلعبه في دعم العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا. الاجتماع المرتقب يأتي بعد تصويت البرلمان الأوروبي لصالح قرار إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب الأوروبية طبعا، ورفع توصيته بهذا الشأن إلى مجلس الاتحاد. لكن مصادر أوروبية أكدت لمراسل الحدث أن القرار لن يناقش على الأغلب بين وزراء الخارجية الأوروبيين في المرحلة الحالية. بدوره قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ردا على سؤال من الحدث اليوم إنه لا يمكن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب من دون قرار من القضاء الأوروبي. هناك العديد من وجهات النظر حول ذلك، لكن لا يمكن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب دون قرار قضائي، قرار المحكمة أولا، فلا يمكن تصنيف أي شخص بسبب كره له، لذلك يجب إصدار القرار عندما تقر دولة أوروبية حكما رسميا بناء على أسس قوية، حينها يمكن العمل على المستوى الأوروبي. وفي الجهة المقابلة قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن إيران سترد على نحو مناسب حال تصنيف الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري منظمة إرهابية. وبخصوص تطورات مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، قال كنعاني إن تبادل الرسائل عبر القنوات المختلفة في إطار الملف النووي لا يزال مستمرا، ونفى كنعاني إجراء مفاوضات ثنائية مستقلة مع أمريكا، مشيرا إلى جدية النظام لتبادل الإيرانيين في السجون الأمريكية. وأكد كنعاني استمرار النظام في تعامله مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الحقوق والقوانين. وبالتزامن كشفت صحيفة خراسان الأصولية الإيرانية عن وجود السيناريوهات عدة للرد الإيراني إذا قرر الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. وأوضحت الصحيفة أن السيناريوهات تتراوح بين الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران إلى فتح الطريق لعبور المخدرات، أيضا مرور المهاجرين الأجانب من الشرق إلى غرب البلاد وأخذ الرسوم على مرور السفن عبر مضيق هرمز وتهديد أمن الشركات والأشخاص الأوروبيين في المنطقة، ثم المزيد من التعاون المفتوح مع الروس في أوكرانيا. وذكرت خراسان أن القانون الانتقامي الذي يعده البرلمان الإيراني سيفعل إن وافق المجلس الأوروبي على قرار التصنيف، وستتكفل المادة الأخيرة بإعلان القوات العسكرية للدول الأوروبية على أنها قوى إرهابية. هذا وأفادت صحيفة The Express البريطانية نقلا عن مصادر متعددة إن النظام الإيراني على بعد أسابيع من تخصيب مخزوناته من اليورانيوم إلى 90%. وأضافت الصحيفة أن هذا المستوى هو المطلوب لإنشاء رأس حربي يمكن وضعه في صاروخ باليستي، ما سيجبر الغرب واللاعبين الإقليميين على إعادة تقييم خياراتهم لاحتواء إيران. وأشار The Express إلى التهديد الإسرائيلي بشأن القيام بعمل عسكري لتحييد القدرات الإيرانية النووية. وبحسب تقرير الصحيفة فإنه يتعين
تنفيذ الضربات الإسرائيلية قريبا، إذ يمكن لإيران دفن موادها على عمق 60 مترا تحت الأرض في مصنع فوردو للتخصيب بالقرب من قم. طهران ترى أنها من خلال تسليح برنامجها النووي ستعزز موقفها وتجعل نفسها بعيدة عن متناول تغيير النظام، وسيكون من المستحيل إسقاط النظام بعد ذلك وفقا لتقرير الصحيفة. فيما يعد الخبراء الذين نقلت عنهم The Express أن محور إيران مع الصين وروسيا الذي يهدد بتدعيم نقاط ضعف النظام، يعني أن الساعة تدق بالنسبة إلى الغرب واللاعبين الإقليميين مثل إسرائيل. وفي سيناريو شبيه بقتل الشابة مهسا أميني، أعلنت منظمة إيران لحقوق الإنسان أن أحد المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة دخل في غيبوبة بسبب إصابته بجروح أثناء الاعتقال. ووفق المنظمة فإن حسن فيروزي عانى نزيفا حادا بعد التعذيب والضرب على يد المحققين، فقد فقد كليته اليسرى بسبب التعذيب ولم يقدم أي علاج له. في غضون ذلك قال محامي المعتقل محمد اختياران في خرم أباد غرب إيران إن موكله سقط في غيبوبة أيضا بسبب إصابته بجروح أصيب بها أثناء الاعتقال. انتقلت لاعبة الشطرنج الإيرانية سارة خادم شريعة إلى إسبانيا بعد مشاركتها في بطولة دولية من دون وضع الحجاب، إذ ظهرت في ديسمبر الماضي دون غطاء للرأس في بطولة العالم للشطرنج المقامة في كازاخستان. وأعربت سارة عن أملها لا يتعرض أقاربها في إيران لرد فعل انتقامي بعدما قررت عدم العودة إلى إيران. وأوضحت سارة أنها قبل بطولة الشطرنج في كازاخستان لم تكن ترتدي الحجاب إلا بوجود كاميرات لأنها كانت تمثل إيران، وأضافت أنه مع الحجاب لم تكن تشعر بالارتياح لذلك قررت عدم وضعه. وقالت إنها بدأت تفكر في العيش في مكان يسمح لها بخروج ابنها إلى الشارع واللعب من دون خوف، كما أضافت أنها تود الاستمرار في تمثيل إيران في بطولات الشطرنج وتقديم برامج الشطرنج على الإنترنت. بعد تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأن أسعار الذهب والعملة الصعبة والغلاء ستبدأ في التراجع، ارتفع سعر الدولار الأمريكي في سوق طهران الحرة إلى أكثر من 45,000 تومان مسجلا رقما قياسيا جديدا. وكان مركز الإحصاء الإيراني قد تحدث عن وصول معدل التضخم السنوي في البلاد خلال الشهر الماضي إلى 46.3%، وهو أعلى معدل تضخم أعلنه هذا المركز في تاريخ نشر إحصاءات مؤشر المستهلك. أما بخصوص الاحتجاجات في الشوارع فهناك الآن يعني خلط في تقييم هذه الاحتجاجات إن كانت ما زالت مشتعلة أو فترت لأسباب ما. قد يكون فتور الاحتجاجات في الشارع الإيراني التي انطلقت تحت شعار امرأة حياة حرية تمهيدا لموجة احتجاجات مطلبية جديدة، سرعان ما ستتحول سياسية بدورها بعد اكتسابها الزخم المطلوب وفق قراءات محللين للشأن الإيراني نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية. وقد استدلوا على ذلك طبعا بالتراجع المضطرد للعملة الإيرانية والاقتصاد المأزوم الذي سيكون المحرك الرئيسي للاحتجاجات المتوقعة، وفي أسرع مما يظن خاصة بالنظر إلى التقلبات الدراماتيكية لأسعار العملات مؤخرا. وقد نشهد تكرارا لسيناريو نوفمبر 2019، كيف عندما انطلقت احتجاجات واسعة بدأت بسبب الزيادة الحادة والمفاجئة في سعر البنزين، ثم تحولت إلى احتجاجات مناهضة للنظام. وبحسب ما ذكره أحد المحللين للوكالة الفرنسية فإن إيران عالقة في مأزق في الظرف الراهن، فلا النظام ولا الشعب قادران على الحسم ولا هما قادران أصلا على التعايش. وهذا يفسر سرعة تحول أي غضب
في أي من الملفات إلى غضب سياسي. يضاف إلى ذلك الجدل على تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمجموعة إرهابية، والذي سيكون له أيضا تأثير على الاقتصاد الإيراني من منطلق أن الحرس يسيطر على نحو 60% من الاقتصاد الإيراني عبر ذراعه الاقتصادية مقر خاتم الأنبياء. لذلك فإن العقوبات على الحرس الثوري تؤثر أيضا على الاقتصاد الإيراني، وحتى النظام الإيراني نفسه عاجز عن تقديم طمأنة بحدوث تحسن في الاقتصاد الإيراني في المستقبل القريب، وفق ما ذكره تقرير لإيران واير. من مقر مجلس الاتحاد الأوروبي معي مراسل الحدث نور الدين الفريضي، يوجز لنا الآن التحركات الأوروبية والمساعي فيما له علاقة بتصنيف الحرس الثوري إرهابيا وبماذا سيصطدم قضائيا. صباح الخير محمد. في غضون ظهر اليوم، وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يصادقون على حزمة رابعة من العقوبات ضد إيران. هذه العقوبات ستشمل 17 مسؤولا من الحكومة مثل وزير الرياضة وضباط الحرس الثوري، وتشمل 20 كيانا، من بين هذه الكيانات 12 كيانا تابعا للحرس الثوري الإيراني. فيما يتعلق بالنقطة الثانية التي سيطرت على العناوين منذ منتصف الأسبوع الماضي، وهي مصادقة البرلمان الأوروبي على قرار يطالب فيه الاتحاد بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب. يجب التوضيح أولا، مثل ما أكد جوزيف بوريل بكل وضوح، أن هذا الأمر يحتاج أولا وقبل كل شيء إلى قرار يصدر عن محكمة في دولة أوروبية تابعة للاتحاد الأوروبي. لا يمكن اتهام طرف ما بأنه شخصية أو كيان إرهابي من دون أن تتوفر الأدلة، بالتالي هذا هو الشرط الأساسي. لكن في هذا الاجتماع قضية الحرس الثوري ليست مدرجة في الأجندة، ولكن يمكن لوزيرة الخارجية الألمانية مثل ما تحدثت قبل حين، لأن هذا الأمر يحتاج للمزيد من النقاشات، وبالتالي دول يمكنها في هذه اللحظات أن تطرح، أو في هذا الاجتماع أن تطرح دور الحرس الثوري الإيراني في قمع الاحتجاجات، دورها في دعم روسيا، دورها في المزعزع للاستقرار على صعيد المنطقة، وأيضا سيطرته على جزء أيضا من البرنامج النووي الإيراني، والبرنامج النووي يعني شهد تطورا كبيرا. وبالتالي المسألة تتعلق هنا بالجانب القانوني، ثم هناك فعلا تقديرات دبلوماسية هامة جدا لدى كبار الدبلوماسيين من بوريل ومساعديه ودول عدة، من أنها تخشى على مستقبل هذا الاتفاق النووي، حتى وإن هو يعتبر في عداد الأموات تقريبا أو يلفظ أنفاسه الأخيرة، لكن هناك دائما فرصة لإحياء هذا الاتفاق. وهذا يعني تصنيف الحرس الثوري مسألة مهمة من الناحية السياسية، لكن دبلوماسية قد تكون لها تداعيات كبيرة جدا. هذا من ناحية. في كلمة أخرى ممكن أن نأتي إلى، إذا توفر الوقت، متوفر مثل عندما دانت المحكمة البلجيكية الدبلوماسي الأوروبي الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في العام 2020، وهذا الرجل يعني حكم عليه استنادا إلى أدلة مادية من أنه نقل متفجرات من إيران واستهدف وخطط لتفجير هذه قنبلته في تجمع للمعارضة الإيرانية في باريس، وبالتالي حكمت عليه بموجب قانون الإرهاب وبأدلة. لكن تقول المحكمة في قرارها، المحكمة البلجيكية في قرارها في فبراير العام 2020، إن الحكم لا يستهدف دولة إيران، لأن الدولة ذات سيادة وذات صلاحية، أيضا لا تستهدف جهازا من أجهزة الدولة الإيرانية، وإنما التهم موجهة إلى أسد الله، وجهت إلى أسد الله أسدي، وهو كان عضوا في، طبعا كان دبلوماسيا معتمدا، ولكن كان أيضا عضو في الدائرة 312 في وزارة الاستخبارات الإيرانية، والتي كانت مسؤولة عن تخطيط لهذا التفجير. ولكن حتى الوزارة في حد ذاتها لم يدنها القضاء، لأن جهاز الدولة هو تابع لهذه الدولة التي تتمسع بالحصانة. الوزارة لم يدنها القضاء، وراجعت مصادر قانونية هنا في بلجيكا ذات صلة بالقانون الجنائي المحلي والقانون الجنائي الدولي، والمصادر القانونية تقول أنه من الصعب جدا إدراج الحرس الثوري، لأنه
تابع لجهاز دولة، والدولة تتمتع بالحصانة بموجب القانون الدولي. محمد، شكرا لك على كل هذا الإيجاز من بروكسل ومن مقر مجلس الاتحاد الأوروبي. مراسل الحدث نور الدين الفريضي، شكرا لك. من باريس الباحث السياسي الدكتور رامي الخليفة العلي. الآن نبدأ من حيث انتهى يعني مراسلنا فيما له عفوا علاقة بالمسعى الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري إرهابيا. هل سيأخذ بداية التهديدات الإيرانية على محمل الجد؟ وأيضا هناك يعني الآن أقاويل أوروبية بأن هذا قد يصطدم بالمسائل القضائية. أهلا بك محمد، تحية لك ولمشاهديك الكرام. عدة جوانب يمكن الإشارة إليها. الجانب الأول وهو ما يمنع بالفعل الدول الأوروبية من اتخاذ هذا القرار على مستوى المجلس الأوروبي، وهو أن ذلك سوف يقطع العلاقة مع الجانب الإيراني. وبالرغم من أن العلاقات متوترة وسياق العلاقات يتجه إلى مزيد من التوتر، لكن لا أعتقد أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الفاعلة تريد أن تقطع كافة القنوات مع النظام الإيراني لأسباب متعددة، بعضها اقتصادي وسياسي وتنسيق أمني في أكثر من مجال. وبالتالي باعتقادي بأنها سوف تتردد في اتخاذ مثل هكذا قرار على مستوى المجلس الأوروبي. المسألة الثانية وهي المسألة القضائية التي أشرت إليها، وهي مسألة متعلقة بقوانين الدول الأوروبية وكذلك بالقوانين الناظمة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي. المسألة الثالثة، لا أعتقد أن التهديدات الإيرانية هي السبب. نحن ذكرنا الأسباب التي تمنع المؤسسات الأوروبية، ولكن الأسباب التي ذكرت إيرانيا باعتقادي أنها لا تؤثر كثيرة في الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال للحصر، إيران تقول بأنها تمنع بموجب اتفاقيات أمنية تمنع تصدير المخدرات أو مرور المخدرات من أفغانستان باتجاه الدول الأوروبية، ولكن كما تعلم فبموجب قانون الكبتاغون الذي يشير إلى أن إيران جزء من المسؤولين عن تصنيع المخدرات في سوريا وجزء من شبكة من يرعاها الحرس الثوري وميليشيات تتبع لإيران، شبكة لتهريب المخدرات باتجاه الدول العربية، دول الخليج، وكذلك باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. بل أن قانون الكبتاغون يدعو إلى التعاون على المستوى الدولي من أجل مواجهة إيران. أضف إلى ذلك الانسحاب من منع انتشار الأسلحة النووية. الحقيقة ذلك لن يكون مؤثرا، لأن إيران بالفعل تتجه إلى مزيد من تخصيب اليورانيوم، وذلك سوف يكون له آثاره، وهذا متعلق بالمفاوضات. والحقيقة الكثير من المحللين والمختصين يتوقعون أن هنالك مزيد من التصعيد الإيراني في هذا المجال، وبالتالي ذلك سوف يكشف حقيقة ما يقوم به النظام الإيراني، وبالتالي ذلك لن يؤثر عمليا. أما مسألة أن يكون هنالك تحكم بمضيق هرمز ومنع لسفن التجارة الدولية، ذلك يعني إعلان حرب ليس فقط على الدول الغربية، بل على مختلف على دول المنطقة، على مختلف الدول على مستوى العالم، لأن هذا الممر ذو أهمية بالغة وبسبب مرور جزء كبير من التجارة الدولية وجزء كبير من الطاقة. وبالتالي فرض رسوم أو أخذ موافقة من الحرس الثوري لمرور سفن تجارية أو سفن عسكرية، ذلك سوف يكون له آثار وتداعياته. وبالتالي الأسباب التي تذكرها إيران لا ليست هي الأسباب التي تمنع الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى تصنيف الحرس الثوري. بس تقديرات دكتور رامي ذا إكسبرس يعني منطقية واقعية أم فيها مبالغة بعض الشيء عندما يكون الحديث في غضون أسابيع الوصول إلى هذا التخصيب بنسبة 90%؟ كما تعلم محمد، فإن إنتاج السلاح النووي هي عملية معقدة للغاية. جزء منها هو تخصيب اليورانيوم، وكما تعرف فإن هنالك بالفعل زيادة في تخصيب اليورانيوم. إيران وصلت إلى نسبة 60%، ومسألة الوصول إلى نسبة 90% هذا أمر متعلق بأجهزة الطرد المركزي ومدى تطورها والاكتمال حلقة تخصيب اليورانيوم. لكن هذه مسألة، هنالك بعض التقديرات التي تشير الوصول إلى إنتاج السلاح النووي هذا أمر يحتاج إلى أكثر من سنتين ربما خلال الفترة القادمة، وإيران لم تبدأ عمليا في عملية الإنتاج هذه. لذلك باعتقادي بأن هنالك زيادة في تخصيب اليورانيوم سوف تزداد خلال الفترة القادمة، لكن ذلك لا يعني الوصول إلى سلاح نووي، ولكن امتلاك إيران للقدرة النووية، وهذه مسألة باعتقادي أن الجميع يدركها، وإيران قاب قوسين أو أدنى من ذلك. وبالتالي ليس هنالك كثير من الوقت يمكن أن تعتمد عليه الدول التي تعارض امتلاك إيران لهذه المعرفة النووية. لذلك هنالك وقت يضغط على الجميع المتابعين للملف النووي. كيف يمكن أن نتخيل التحرك الإسرائيلي؟ أيضا هناك تناقض في الروايات حتى العسكرية الإسرائيلية، يعني هناك من يتحدث عن ضرورة عمل عسكري، وقبل أيام كان تصريحات عسكرية بأن الخطط غير جاهزة.
أصلا بعد لتنفيذ أي عمل عسكري ضد إيران؟ الحقيقة منذ العام 2000 وكان هنالك ضغط إسرائيلي من أجل القيام بعملية عسكرية وضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. دعنا نقول بداية محمد بأن إسرائيل لا تستطيع القيام بعمل عسكري بمواجهة شاملة مع النظام الإيراني دون موافقة الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا العمل العسكري سوف يكون له تداعياته. والولايات المتحدة الأمريكية عبرت على امتداد العقدين الماضيين بأنها ترفض أي مواجهة عسكرية شاملة مع النظام الإيراني، وبالتالي لم يتغير الكثير بالرغم مما تحدثنا عليه من التطور الكبير الذي حدث في إطار المشروع النووي، لكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل في هذا التوقيت ترغب في عملية عسكرية أو توافق على عملية عسكرية، سواء أمريكا بذاتها أو إسرائيل تحت الغطاء الأمريكي. لكن ما دون العملية العسكرية هنالك الكثير من الوسائل التي تمتلكها إسرائيل، بل بالفعل تقوم بها. نحن نتحدث عن عمل استخباراتي، وكما تعلم كان هنالك استهداف سواء من خلال هجمات سبرانية على المشروع النووي، استهداف للعلماء الذين يعملون في هذا المشروع، أيضا استهداف للقواعد العسكرية الإيرانية. وهذا العمل كان على امتداد السنوات الماضية، وباعتقادي أنه سوف يستمر، ربما سوف يتكثف خلال الفترة القادمة، ولكن المواجهة الشاملة باعتقادي أن هذا أمر مستبعد حتى الآن. شكرا لك من باريس الباحث السياسي الدكتور رامي الخليفة العلي. استوديو الحدث متواصل فيه بعد الفاصل. رئيس الوزراء العراقي يعفي محافظ البنك المركزي، ووزير التجارة يقول إن المواد الغذائية تكفي 3 أشهر. تزويد أوكرانيا بالأسلحة وبهذه المعدات هل هو إطالة أمد الأزمة؟ هذه الحرب أشعلت لتبقى وتدوم، القرار إيقاف الحرب في يد الولايات المتحدة الأمريكية. دقائق معدودة وتنتهي مهلة الهدنة. هل هذا الرفض الأوكراني سيترتب عليه تصعيد روسي لا محالة أم ليس بالضرورة؟ بدأ القصف الأوكراني وبدأ المرصد المحلي هنا يسجل الخروقات للهدنة. هل ما زالت كييف متمسكة بروايتها؟ ما يؤكد هذه الأعداد؟ حتى هذه اللحظة لا يوجد إقليم بشكل كامل في أيدي الروس، سوى طبعا شبه جزيرة القرم. بدأ العملية ب 250 ألف، دلوقتي بتوصل ل 700 ألف. فهي حرب لا تزال تداعياتها متواصلة في ظل سؤال يطرح نفسه: إلى أين ستتجه هذه الحرب مستقبلا؟ في صمت الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهدا، تشكل خبرا، تصنع حدثا. ما زلنا في ساعتنا الأولى من استوديو الحدث في الملفات المختلفة. أعفى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني محافظ المصرف المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه، مكلفا علي محسن العلاق إدارة المصرف بالوكالة. كما أحال السوداني مدير المصرف العراقي للتجارة إلى التقاعد، وكلف بلال الحمداني بإدارته. وكان معظم النواب قد قدموا طلبا إلى رئاسة البرلمان لاستضافة محافظ البنك المركزي من أجل الوقوف على أسباب ارتفاع الدولار وتداعيات ووضع المعالجات اللازمة. بعدما أصدر القضاء العراقي قرارا بإطلاق سراح المتهم الرئيسي فيما عرف بسرقة القرن نور زهير جاسم مقابل استرداد الأموال التي اعترف بسرقتها، أصدر قرارا بإطلاق سراح متهم آخر هو النائب السابق في البرلمان هيثم الجبوري مقابل كفالة بنحو 2.5 مليون دولار أمريكي لقاء استرجاع الأموال التي اعترف بسرقتها، والبالغة نحو 15 مليون دولار.
من جانبه أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن حكومته تعمل على ضمان استقلال القضاء العراقي والحفاظ على هيبته. إلى ذلك دعا نور المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الحكومة إلى التفاهم مع واشنطن لاحتواء تداعيات الاضطراب الشديد في الأسواق العراقية جراء تراجع أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار. إذن من التحديات أمام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مسألة التفاهم مع الولايات المتحدة، خاصة أن الولايات المتحدة لها تحفظات أصلا على بعض الوزراء خاصة المنتمين إلى فصائل معينة. فيتو أمريكي على وزراء وفصائل يعترض طريق رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إلى واشنطن. هذا ما يظنه أحد مسؤولي الإطار التنسيقي سببا في عدم وجود دعوة إلى السوداني لزيارة واشنطن. ولكن لا يمكن التخلص من الوزراء المرفوضين أمريكيا، يقول المسؤول لموقع المدى، داعيا رئيس الحكومة إلى أن يغير الوزراء الثلاثة الذين اختارهم بنفسه إذا أراد التغيير، لأن الأحزاب لن تقبل به إلا بإرادتها. الإطار التنسيقي الذي يواجه أزمتي سعر صرف الدولار وتجهيز الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة يحاول بحسب ما يقوله سياسي للمدى يحاول إقناع واشنطن لتخفيف الضغط على المصارف العراقية لإعطاء حرية في تداول الدولار. لذلك يتابع المسؤول أن كل قوى الإطار مقتنعة بأهمية زيارة رئيس الحكومة لواشنطن حتى تلك التي ترفض وجود قوات قتالية. وفي اعتراف نادر قال نور المالكي بأن لا حل لأزمة الدولار إلا بضبط حركة المصارف والحوالات وضبط الدولار من التهريب إلى دول الجوار. يبقى أن قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي قلصت من تداول الدولار في المصارف العراقية الأهلية، وحدث من وصوله إلى بعض الدول أي دول الجوار ومنها إيران. قرارات البنك مكنته من السيطرة على نافذة بيع الدولار في المصرف المركزي العراقي، ولكن انخفض أصلا مستوى مبيعات الدولار كما نسبة سحوباته من البنك المركزي، وكان هذا إرباكا للحركة التجارية في الأسواق المحلية. هذا وقال وزير التجارة العراقي أثير الغريزي إن المخازن مليئة بالاحتياطي المواد الغذائية وتكفي لثلاثة أشهر، معلنا البدء ببيع الطحين بسعر مدعم إلى جانب مواد أخرى بينها البيض والحليب والطحين، ذلك بأسعار مخفضة في منافذ البيع ومراكز التسويق التابعة للوزارة وفق الوكالة الرسمية. في الأثناء أطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني السلة الغذائية الخاصة بالمشمولين بشبكة الحماية قائلا، أي الحماية الاجتماعية طبعا، قائلا إن ارتفاع الأسعار أمر مؤقت. من لندن الدكتور مصطفى البزركان الباحث في الاقتصاد السياسي والطاقة، هل يمكن التعويل جدا على زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة بداية فيما له علاقة بالبحث عن حلول لتحسين الاقتصاد وتحسين سعر الدينار العراقي أمام الدولار؟ طبعا قبل بحث زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة هناك قرارات صحيح جاءت متأخرة ولكنها قرارات جريئة لمواجهة هذا الارتفاع في سعر الدولار والانخفاض بسعر الدينار الذي يؤثر على الطبقات المتوسطة والفقيرة وعلى المواد الاستهلاكية وأسعارها. ولذلك شهدنا يعني هذا التعامل السريع، يعني يوم أمس كان هناك اجتماع لرئيس الوزراء مع يعني الغرفة التجارية العراقية، تم إطلاق يعني مراكز ل
تحويل بالنسبة للتجار الصغار. هذه جميعها تدل على أنه كان هناك شيء غير طبيعي. يعني حينما نعود إلى سنوات طويلة إلى الوراء ولحد قبل أسابيع، المصرف المركزي يعمل ويؤدي وينفذ يعني مزادا للدولار يوميا، كانت تصل قيمته بين 4 إلى 5 مليار دولار شهريا. هذه جميعها ولم تكن جميعها صحيحة أو قانونية، ولذلك شهدنا الاحتياط الفيدرالي طبعا لم يعني يقوم بشيء جديد. هذه لابد أن تكون هذه الخطوات سابقا، ولكنها جاءت أيضا متأخرة، ولذلك شهدنا الأسبوع الماضي 80% من طلبات الدولار رفضت لأنها تتعارض مع القوانين والتشريعات ضد الدول التي مفروض عليها العقوبات وخاصة إيران. طيب فيما له علاقة يعني بهذه التغييرات من قبل السوداني في إقالة محافظ البنك المركزي ومدير المصرف المركزي للتجارة، إلى ماذا تشير حقيقة؟ تشير إلى أن هناك يعني أياد فاسدة لابد من تأشير ذلك في كافة الاقتصاد العراقي، ولذلك يعني حينما شهدنا هذه القفزة في الدولار، هذه ليست قفزة في الدولار فقط وإنما تأثير على الاقتصاد العراقي. أعتقد أنه بمعنى وبكلمتين رئيس الوزراء العراقي يقول كفى استغلالا للاقتصاد العراقي لدعم الاقتصاد الإيراني، وهناك اقتصادات لدول أخرى تدعم بطريقة غير مباشرة، ولذلك أنا أعتقد هذه الخطوات لا بد منها ولا بد من الاستمرار بها. لماذا؟ لأن تكافح الفساد، تكافح عمليات غسيل الأموال، وتكافح عمليات تهريب الدولار إلى دول أخرى. طب عندما يقال الآن مثلا المالكي على سبيل الواقع وليس المثال بقول لا حل لأزمة الدولار إلا بضبط حركة المصارف الآن، أين العلة الخطأ أصلا في حركة المصارف في السوق العراقية؟ السوق العراقية سيطرت عليها، هناك مكاتب للصرف، هناك مصارف أيضا، هناك عمليات. يعني على سبيل المثال وهذا شيء جيد لابد من ذكره، أنه المصرف العراقي للتجارة أرباحه السنة الماضية وصلت إلى 867 مليون دولار، هذا مبلغ كبير جيد من عمليات الصرافة وكافة العمليات التجارية، ولكن هذا يأخذنا إلى مصارف أخرى. يعني حينما كان هناك مزاد العملة كان هناك 200 شركة غير مسجلة، ولذلك اليوم قرار رئيس الوزراء العراقي بالسماح بالاستيراد للشركات المسجلة في يعني تسجيل وزارة التجارة، هذا يدل على أنه كان هناك من يحصل على الدولار وغير مسجل رسميا. هذه جميعها تصرفات أو يعني عمليات لابد من إيقافها من أجل المواطن العراقي، من أجل الدينار العراقي، من أجل الاقتصاد العراقي الذي رغم أنه هناك ما يقارب 100 مليار دولار احتياطي بالعملات الأجنبية، هناك 40 مليار دولار سندات خزانة أمريكية، ولكن المواطن العراقي هو الذي يعاني وهو الذي يدفع الثمن. طيب هذا لو افترضنا أول الحلول أو أول الحلول، ما ثاني الحلول الآن للخروج من هذه الأزمة التي تعصف سواء بالدينار العراقي أو بالسوق الاقتصادية على نحو عام؟ هناك حلان. الحل الأول أولاً إيجاد أشخاص متمكنين من إدارة عجلة الاقتصاد العراقي، سواء المصرف المركزي، المصارف الأخرى. على سبيل المثال نعود إلى فترة رئاسة المصرف المركزي للمرحوم سنان الشبيبي، هذا كان شخص يمكن الاعتماد عليه في إدارة عمليات المصرف المركزي، رغم أنه حصل على يعني غضب كثيرين. لماذا؟ لعدم انصياعه. هذه نقطة. النقطة الثانية والمهمة وهي إيجاد شخصيات لا تنصاع إلى الضغوط، هذه نقطة مهمة وأساسية. إن تمكنت هذه الشخصية من عدم الانصياع إلى الضغوط والاستمرار في التشريعات، وكما ذكرتم لابد من أن يكون القرار العراقي أو القضاء العراقي لديه قرارات يعني مستقلة، هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة وهي لابد من يعني تم يوم أمس وأول أمس السيطرة على بعض يعني مكاتب التحويل، وهذه هي بداية، ولكنها لابد أن تتبعها خطوات جدية لمحاسبة الفاسدين ويعني تقديمهم إلى القضاء. طيب لا يمكن فصل أو سلخ الاقتصاد عن السياسة والعكس صحيح الآن،
كم الأمر مربوط بنجاح زيارة السودان إلى الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة لها تحفظات على بعض الوزراء وعلى تحركات بعض الفصائل، بدورها الولايات المتحدة تلعب دور مهم في تحسين يعني السوق الاقتصادية وخاصة سعر يعني فيما له علاقة بالعملة العراقية. أنا أعتقد أنه حتى زيارتي إلى ألمانيا، زيارة إلى الولايات المتحدة، هذه جميعها تعمق علاقات العراق مع الدول الغربية. هذه نقطة. النقطة الثانية هي ليست شروط مفروضة من الولايات المتحدة. يعني على سبيل المثال الاحتياط الفيدرالي حينما شدد على التحويلات ورفض 80% من هذه التحويلات، هذه كان لابد أن تتم من سنوات سابقة، ولكن كان هناك تهاون تجاه، إن صح التعبير، تجاه إيران. واليوم أصبحت لا، الشدة هي السياسة مع إيران. أنا أعتقد أنه لابد من إعطاء مجال لرئيس الوزراء لتنفيذ سياسته. صحيح لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة، ولكن لديه إمكانية بالتعامل مع هذه المشكلات إن لو أعطي بعض المجال وأعطي الحرية، ولديه قرارات جريئة لابد من مساندته. هناك بعض المواقف السياسية التي تقف حجر عثرة لابد من إزالتها، وهذا يدل على أنه الحاجة لدعم عالمي، دعم دولي للموقف العراقي. من لندن الدكتور مصطفى البزر كان الباحث في الاقتصاد السياسي والطاقة، شكرا لك. سيد الحدث متواصل فيه بعد الفاصل. بعد خروجه عن الخدمة منذ 9 سنوات، قوات النظام وروسيا تعيدان تفعيل مطار الجراح العسكري في ريف حلب. موسكو تعلن وصول سفير أمريكي جديد خلال أيام وتتوعد بطحن المساعدات الغربية لكييف. للتظاهر اليوم لإحياء ذكرى سقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011. ما هي المعايير التي على أساسها أعطت وزارة الداخلية تراخيص للتظاهرات دون سواها؟ قوات الأمن ستكون موجودة لأن هناك أطراف غايتها بث الفوضى، غايتها افتعال الأزمات. هل نتحدث عن شكل مختلف لهذه التحركات؟ كيف تبدو هذه الدعوات بالنسبة للأحزاب السياسية؟ ما الذي يحضر لها اتحاد الشغل؟ هذا من الناس اللي قاعدة تدمر الدولة التونسية، والخونة والعملاء ما عندهم مشاكل في تونس. أكثر من تحرك احتجاجي، أكثر من مظاهرة هنا في شارع الحبيب بورقيبة. للأسف يعني الاتحاد كما قلت لك حاد عن دوره. يعني إلى ماذا تشير؟ هل هو يحرك من جهة ما مثلا؟ حالة من الاحتقان، احتقان دون قدرة على الحسم. ما زلنا في ساعتنا الأولى من استوديو الحدث. الملفات المختلفة. إلى سوريا، أعاد النظام السوري بدعم من القوات الروسية تفعيل مطار الجراح العسكري في ريف حلب الشرقي لتعزيز القدرات للتصدي للغارات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من المواقع في المنطقة. وأشارت مصادر عسكرية لأن القاعدة ستستخدم على نحو مشترك بين قوات النظام والقوات الروسية لحماية حدود سوريا الشمالية.
وأضافت المصادر أن القوات الروسية نشرت داخل المطار منظومات دفاع جوي من طراز بوك M2 وبانسر S1 قبل أيام. ونشرت حسابات عسكرية سورية على تويتر صورا لما قالت إنه نشر القوات الروسية منظومتي الدفاع الجوي وتدريبات عسكرية من الفرقة 25 مهام خاصة التي يقودها سهيل الحسن بإشراف ضباط روس. من اسطنبول المحلل العسكري والاستراتيجي السوري العقيد أحمد الحمادي. إذا كان الحديث عن التصدي للغارات الإسرائيلية فما المطلوب عمله وتقديمه إلى القاعدة هذه والمطار مطار الجراح من أجل هذه الغاية؟ السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. يعني تعمل القوات الروسية المتواجدة في سوريا والقيادة الروسية بالتعاون مع نظام بشار الأسد على إعادة تأهيل قسم كبير من الجيش السوري من القوات البرية والقوات الجوية وغيرها. ولكن هذه المنطقة لها أهمية اليوم، أهمية خاصة، فمطار الطبقة أو مطار الثورة الذي لم يبعد كثيرا عن هذه المنطقة بحدود 60 كيلومتر شرق مطار كشيش تم تأهيله من قبل القوات الروسية. اليوم هذه المنطقة، منطقة يعني كشيش، طبعا هذا المطار هو مطار ليس حربي أساسا، هو يتبع للكلية الجوية في مطار كويرس، له مدرج واحد وله عدد من الحظائر التبادلية للمطارات في تلك المنطقة. لذلك اليوم قوات النظام والروس وكذلك الإيرانيين، حزب الله لديه بعض النقاط في هذه المنطقة، كذلك إيران لديها نقاط غرب هذا المنطقة وشرق هذه المنطقة، وتعتبر شرق مدينة حلب يعني كلها مراكز للقوات الإيرانية، إن كان في منطقة دير حافر وحتى منطقة حول بحيرة سد الفرات وحتى دبسي عفنان دبسي فرج إلى آخر نقطة في سوريا حتى البوكمال. لذلك تأتي هذه اليوم القوات الروسية وقوات النظام وقوات الإيرانية كذلك بتأهيل إعادة تأهيل هذا المطار الذي العقيد أحمد. أولا إذا كان الموضوع كما قيل يعني للتصدي للغارات الإسرائيلية، طب ما هو المطارات الفعالة لم تستطع أن تتصدى للغارات الإسرائيلية، ما الجديد إذن سيكون؟ فقط يعني أتوقع أنا أن يعني حتى منظومة بوك ومنظومة بانتسر ليست هي منظومة دفاع جوي استراتيجية كالإس 400 أو الإس 300، هي منظومات فقط من أجل حماية المواقع. هي هذه المنظومتين التي زرعت في هذا أو نشرت في هذا المطار هي فقط لحماية هذه المنشأة. ربما يكون هناك شيء أو قوات عسكرية أو تدريبية أو كذلك مستودعات أو مخزونات للأسلحة في هذه المنطقة من أجل حمايتها. الطائرات الإسرائيلية كانت تغير على مطار دمشق الدولي المحمي بالطائرات بالطائرات الروسية وكذلك المنظومات الإس 300 والإس 400. كذلك الطيران الإسرائيلي قصف مصياف وقصف مناطق قريبة بحدود 15 كيلومتر عن قاعدة حميميم. لذلك لا أتوقع بأن الهدف فقط هو حماية هذه المنطقة من الطيران الإسرائيلي. الطيران الإسرائيلي يمكن أن يضرب عن بعد وأن يعطل إمكانية هذه المنظومات بالتشويش الإيجابي، لأن إسرائيل بارعة في هذا الشيء وتقوم باستحداث أهداف وهمية وبالتالي تضييع الهدف الأساسي في هذه المنطقة. هذه المنطقة هي قريبة بحدود 10 إلى 15 كيلومتر عن
خطوط قسد، وفي الدفاع الجوي تعتبر خط مواجهة مع قوات قسد أو مناطق الشمالية. إذن الروس والنظام والإيرانيون يريدون تعزيز هذه الخطوط الدفاعية. هناك احتمال مثلا تركيا أكثر من مرة تكلمت عن عملية عسكرية، عن استخدام الطيران، كذلك الطيران المسير، ويتم تأهيلها لتأمين هذه المنطقة ولتعزيز الدفاع الجوية ضد كل الأخطار إذا كانت هذه المنظومات بإمكانها التصدي للطيران أو الأجسام المعدنية من صواريخ وطيران مسير. إذا ما دام الحديث ضمن مجال الدعم الروسي لهذا المنظومة. التجديد المطار، ألا يفهم مثلا بأنه الغاية روسية أكثر منها سورية؟ نعم، روسيا هي المسؤولة عن هذا المجال، وتعتبر هذه المنطقة، منطقة غرب الفرات، منطقة التفاهم بين الأمريكان ولافروف كيري بأن شرق نهر الفرات هو منطقة عمل طيران أمريكي، وغرب الفرات هو منظومة عمل روسية في هذه المنطقة. لذلك تسعى روسيا لتأمين عدة مطارات في هذه المنطقة، مطار كويرس شرق حلب، وكذلك يتبع هذا المطار لكويرس، وكذلك مطار الطبقة الذي يبعد عن كشيش بحدود أو الجراح بحدود 50 كيلومتر، ومطار دير الزور. إذن روسيا تعزز مواقعها العسكرية لحماية الوجود الإيراني في تلك المنطقة. الإيرانيين هم الموجودين على الأرض من حدود البوكمال وحتى حلب، بعد أن نقلت يعني إيران عدد كبير من قواتها ووحداتها إلى من الجنوب إلى هذه المنطقة. كذلك غياب الوجود الروسي البشري، يعني القوات المشاة وقوات المدرعات والشرطة العسكرية وواغنر من هذه المناطق، تم سد هذا الفراغ من قبل الوحدات الإيرانية والنجباء وحزب الله المتواجدين في هذه المنطقة، وكذلك ميليشيات الحرس الثوري. إذن التعزيز الدفاع الجوي في هذه المنطقة هو من أجل حماية الوحدات الإيرانية المنتشرة في هذا الخط، على طول هذا الخط، والذي يعتبر خط إمداد لقوات الإيرانية من إيران إلى العراق إلى البوكمال، ومنها إما باتجاه البادية السورية إلى القلمون ودمشق أو إلى حلب من أجل يعني الإمدادات. ويعتبر كذلك مطار حلب العسكري هو مكان للميليشيات الإيرانية والروسية. إذن اليوم إيران وروسيا تعمل بشكل جاد لتعزيز القدرات الدفاعية لنظام الأسد وللميليشيات. من إسطنبول المحلل العسكري والاستراتيجي السوري العقيد أحمد الحمادي، شكرا لك. قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين إن قيادة الجيش الأوكراني تخفي ذخائر وأسلحة في أراضي المحطات النووية، مؤكدا أن موسكو لن تضرب المحطات النووية خوفا من حدوث كارثة نووية، كما أعرب عن أمله بألا تفجر كيف عمدا مستودعات الذخيرة في المحطات النووية للحصول على المزيد من الدعم العسكري الغربي. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن مناقشة القضايا المتوترة في العلاقات الروسية الأمريكية ستستمر مع السفير الأمريكي الجديد لدى موسكو الذي سيصل خلال الأيام المقبلة. وأضاف ريابكوف أن خصوم بلاده رفعوا مستويات التصعيد حول أوكرانيا، وأن بلاده ستطحن المساعدات الغربية إلى كييف حرفيا وفق تعبيره. وعد المسؤول الروسي أن تصريحات واشنطن حول إمكانية توريد صواريخ بعيدة المدى إلى كييف جزء من الحرب النفسية، مشيرا إلى أن إمكانية تزويد كييف بصواريخ معينة يشكل مسارا خطيرا ويمكن أن تكون له عواقب غير متوقعة. نعرف أكثر إذن عن السفير الأمريكي الجديد وما الذي سيناقش طبعا معه كما يقال روسيا من موسكو. عبد الجواد الرشد مراسل الحدث، إليك.
مرحبا محمد. نعم بالفعل، يعني النائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف خرج صباح اليوم وبدأ حديثه خلال تصريحات حول أن الأيام القليلة القادمة ستشهد وصول سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى موسكو إلى الأراضي الروسية. طبعا ريابكوف بدأ حديثه بأن الكثير من الملفات، وطبعا الأزمة الأوكرانية، القضايا الاستراتيجية، الملفات الساخنة بين البلدين ستكون على طاولة الحوار على ما يبدو مع السفير الجديد لواشنطن لدى موسكو. لكن طبعا ريابكوف لم يتطرق للحديث عن مضمون هذا الموضوع، لكنه ذكر بأن الملفات الساخنة، القضية الأوكرانية، قضية توريد السلاح الغربي، الدعم العسكري واللوجستي لكييف سيكون محط مناقشة مع الجانب الأمريكي. هي الكثير من القضايا العالقة تحدثت عنها الخارجية مرات عدة، وتحدث عنها الكريملين إما على لسان لافروف أو زخارفا المتحدثة الرسمية بأن هذه الملفات هي يعني أصبحت نقطة جدل بين البلدين. هنا أنا أتحدث عن موسكو وواشنطن، لأن أزمة الثقة أصبحت معدومة بشكل كل بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وموسكو أصبحت لا تخفي هذا العداء وتتحدث رسميا حول عن هذا الموضوع. لذلك محمد، طبعا الملف كبير نوعا ما كما سماه البعض، هي تصريحات ليست بسيطة، الجميع بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع. هناك طبعا بصيص أمل لدى بعض المتفائلين بأن يعني وصول السفير الأمريكي قد يحمل يعني بعض الحلول يمكن مناقشتها مع الجانب الروسي، خاصة مع تصعيد الأزمة بشكل كبير في الأراضي الأوكرانية، مع وصول العديد من السلاح الغربي إلى القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى عزم الغرب تزويد الجيش الأوكراني بالدبابات وغيرها من المعدات الثقيلة. هل بحسب ما ترصد محمد، يعني هذا يشير إلى أن موسكو لم وربما لن كما يقال تغلق الأبواب في وجه أي مسار سياسي فيما له علاقة يعني الحرب في أوكرانيا؟ صحيح محمد ما تقول. نعم، يعني منذ قليل، منذ دقائق، خرج الكريملين وتحدث على لسان ديمتري بيسكوف بأن موسكو جاهزة للحوار دون أي شروط مسبقة، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار كافة المخاوف الروسية وكافة الشروط التي قد تفرضها موسكو خلال طاولة الحوار. لذلك طبعا كما نرى الكريملين، الخارجية، الدفاع وغيرهم من المسؤولين الروس، القراءة السياسية تتحدث عن أن موسكو جاهزة للحوار. مرات عدة تطرق الجانب الروسي وتطرقت القيادة الروسية خلال الشهر الماضي حول هذا الموضوع، خاصة كما تحدث محمد مع تصعيد الأزمة بشكل كبير، مع زيادة ضربات موسكو وخاصة الصاروخية على مراكز الطاقة والاتصالات ومناطق حيوية عسكرية في الأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى وصول سلاح غربي أيضا تعتبره موسكو ثقيلا إلى القوات المسلحة الأوكرانية. بخصوص التصريحات التي لها علاقة الآن بيعني التهديدات بتدمير الدعم العسكري الغربي إلى أوكرانيا، والمخاوف من أن تعمد أوكرانيا إلى تدمير ذخائر مخزنة في محطات نووية، محمد، نعم، يعني سيرغي ناريشكين وهو يعني رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية خرج صباح اليوم بتصريحات سماها البعض بالخطيرة، تحدث من خلالها ومضمونها بأن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بخزن الذخيرة والسلاح في الأراضي التابعة للمحطات النووية في الأراضي الأوكرانية. طبعا على ما يبدو محمد أن الحديث يدور حول المحطات التي لا تقع تحت سيطرة الجانب الروسي، وهذا طبعا يلغي قضية أو ملف زاباروجي من القائمة. لكن المحطات النووية محمد يصل عددها إلى 15 محطة في الأراضي الأوكرانية، بعض منها يقع تحت سيطرة موسكو لكن البعض الآخر تحت سيطرة كييف. ناريشكين تطرق بأن هذه المحطات أو الأراضي المجاورة إليها تم نقل إليها منظومات حديثة من صواريخ هايمرس، بالإضافة إلى أنظمة للدفاع الجوي، قذائف للمدفعية من العيار الثقيل. تحدث عن أن بعض عربات القطار في شهر ديسمبر الماضي في آخر أسبوع قامت بنقل هذه المعدات إلى تلك المناطق. من موسكو عبد الجواد الرشد مراسل الحدث، شكرا لك.
بهذا إذن تنتهي ساعتنا الأولى من استوديو الحدث، فتحنا فيها عددا من الملفات وفيناكم بكل الأخبار العاجلة والمستجدة. البداية كانت طبعا من الملف الإيراني بكل تطوراته داخليا وعلى الصعيد طبعا المتعلق بالمسار التفاوضي حول النووي. دقائق معدودات ونبدأ الساعة الثانية على نفتح فيها ملفات. على هذا الفصيل؟ قضية سداح مداح ورح نرجع للفوضى والديكتاتوريات والأمور الأخرى. مش هنقدر نخليها تمر هذه الكلمة مرور الكرام. إيران فيها مشاكل عدة، وهنا نتحدث أن العراق يقع بين نارين، نار الميليشيات ونار داعش. نحن في بلد الغرائب والعجائب في لبنان. أنا شاعر، بيتي شاعر، عالم كله شاعر. ما صرف اليوم من أموال في البنبان هو قمع لحرية الشعب السوداني والثورة مستمرة. تسير تنسيقيات لجان المقاومة في العاصمة السودانية الخرطوم تظاهرات جديدة ظهر اليوم. القوات الشرطية فرقت هذه التظاهرات بعد أن تجمعت في محطة باشدار. هناك ضحف واضح في الشكل الوظيفي بالنسبة لهياكل الدولة. أعتقد أن هناك فيما يبدو وضع جديد من خلال المشاورات. الأمور ما زالت تراوح مكانها دون أي تقدم رغم كل المبادرات التي قدمت. الحديث عن مبادرة يجب أن يكون لهذه المبادرة هدف واضح ورئيس. المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لم يصدر بيان يبين موقفه النهائي من هذه الوثيقة. هل هناك توافق بين الأحزاب السياسية على هذه الخطوة من حزب الأمة أم ستبقى مرحلة الانسداد السياسي في المكون المدني مستمرة؟ الأزمة السياسية في السودان تطاول عمدها وأصبح الشعب السوداني يعاني كثيرا. الأزمة هي كبيرة ما في شك وعندها مسببات كثيرة. إذا ظلت هذه الأحزاب عاجزة عن الوصول إلى التفاهمات، إلى أي منزلقات أخرى سينزلق السودان في هذه الحالة؟ في صمت الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهدا، تشكل خبرا، تصنع حدثا. يواصل إيرانيون انتفاضتهم ضد النظام في الشوارع والجامعات. ما هي سيناريوهات الشارع المنتفض على سلوك حكومته في الأيام المقبلة؟ كان جواب الحكومة الرصاص والقتل للمتظاهرين البلوش. خامنئي عاجز، هل يؤيد النص أم يؤيد بلتجيته؟ ما الذي تغير بانضمام منطقة الأحواز للمظاهرات؟ الأزمة كشفت عن ضعف الخطاب التقليدي للنظام. المتظاهرون بدأوا بالتجمع هنا في ساحة الجمهورية تضامنا مع قضية الشابة مهسا أميني. الدور الخارجي، هل يمكن أن يغير شيء في الداخل الإيراني على المستوى الأمني أو السياسي؟ هل كل ذلك يضمن بأن يكون مصير هذه الاحتجاجات مختلفاً هذه المرة؟ حالة الإنكار التي يعيشها النظام الإيراني هي الفخ الذي يعصبه لنفسه. يوجد هناك السياسي لدى هذا النظام. هل يمكن لهذه التظاهرات أن تصمد أمام هذا القمع من قبل النظام الإيراني؟ you
الوجع لا يعرف هوية، الموت ليس له بوصلة، والحروب لا تترك خلفها إلا القصص. وأناسا بلا عناوين، أوروبا تبحث العقوبات الأقسى على إيران وتنتظر موافقة القضاء لتصنيف حرسها الثوري إرهابية. طهران تتحدث عن استمرار الرسائل بشأن النووي، وتقرير بريطاني يحذر من امتلاكها السلاح في غضون أسابيع. السوداني يعفي محافظ البنك المركزي، وحلفاء إيران يتراجعون أمام الدولار وتهريبه إلى الجوار. التحالف يدحض مزاعم قصف حدودي ويؤكد دعمه هدنة اليمن المنتهية، والأمن يضبط شحنة تجهيزات مسيرات للحوثي. أهلا بكم إلى ساعتنا الثانية من استوديو الحدث، أيضا نفتح فيها عددا من الملفات، نوافيكم بكل الأخبار العاجلة. أحبطت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة شرق اليمن عملية تهريب شحنة من تجهيزات وقطع مسيرات تابعة لميليشيات الحوثي في منفذ شحن حدودي. مصادر أمنية أفادت أن الشحنة كانت تضم 25 صندوقا مموها تحتوي على قطع مسيرات، لكن بتفتيش الصناديق عثر في داخلها على نحو 100 محرك خاص بهذه المسيرات كانت متجهة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. وذكرت المصادر أن الشاحنة استخدمت وثائق تشير إلى أنها قطع غيار تابعة لشبكة اتصالات، فيما كانت الصناديق تحمل شعار هواوي، وذلك للتمويه على حقيقة الشحنة. هذا ونفى تحالف دعم الشرعية في اليمن المزاعم الحوثية بوجود قصف حدودي على مديريتي منبا وشدا في اليمن، وأكد التحالف في بيان دعمه الجهود كافة لتثبيت الهدنة في اليمن المنتهية في أكتوبر الماضي. وشدد البيان على أن قوات التحالف تمارس أعلى درجات ضبط النفس في ظل استمرار خروق ميليشيا الحوثي. هذا وتواصل ميليشيات الحوثي حملتها العسكرية على قرى مديرية همدان شمال العاصمة صنعاء. وذكرت مصادر محلية أن الميليشيا واصلت لليوم الخامس على التوالي عمليات تجريف الأراضي الزراعية بقرية الجاهلية في المديرية.
من مأرب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبد مجلي، أهلا بك. بداية معلومات عن ضبط هذه الشحنة التي تحوي قطعا للمسيرات متجهة إلى الحوثي. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أخي العزيز تحية لك وللمشاهدين الكرام لقناة الحداثة القناة المتميزة، وتحية أيضا للمشاهدين الكرام بصفة مستمرة في داخل الوطن وخارجه. أخي العزيز والتحية أيضا موصولة لقوات المسلحة والمقاومة الشعبية في كل الجبهات القتالية الذين يحققون الانتصارات ويكبدون الميليشيات الحوثية الإرهابية الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد، وأيضا صد تلك الهجمات والتسللات الحوثية في مختلف الجبهات القتالية. أما عن سؤالك أخي العزيز فالسؤال وجيه وهام. من خلالكم نشكر كافة الأجهزة الأمنية في المناطق المحررة وبالأخص في محافظة مأرب وكذلك في محافظة مهرة. الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة في منفذ شحن الحدودي الواقع ما بين اليمن وسلطنة عمان الشقيقة ضبطت الأجهزة الأمنية عدد من قطع الطيران المسير الذي كان يهرب من ذلك المنفذ، وكان يضم 100 محرك وبداخل 25 صندوق يهرب إلى الميليشيات الإنقلابية الحوثية في العاصمة صنعاء لتركيب تلك الطيران المسير، وكانت تدعي أنها أجهزة اتصالات، وفي الحقيقة أنها كانت تحمل شعار هواوي لإخفاء تلك الشحنة ولتقوم أيضا بتلك الطائرات المسيرة كما عرفنا منهم سلفا بالاعتداء على المدنيين وكذلك على مواقع الجيش في مختلف الجبهات القتالية، وخاصة أن الأيام القليلة الماضية كانت الميليشيات الإنقلاب الحوثية أرسلت عدد من الطائرات أو أطلقت عدد من الطيران المسير في مختلف الجبهات القتالية، وكان الأيام القليلة الماضية حصادا لتلك الطائرات المسيرة، وخاصة أنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب وكذلك طائرة مسيرة حوثية معادية أيضا في جبهة حريب وأيضا الأخرى في الضالع وكذلك طائرة مسيرة في صعدة وحيس، وهذه الطائرات المسيرة لميليشيات الانقلاب الحوثي أرادت التعويض وبالتالي تقوم بالتهريب بصورة مستمرة سواء عبر المنافذ أو البرية أو البحرية، وكذلك أيضا التهريب مستمر حتى هذه اللحظة بشحنات أسلحة سواء عن طريق ميناء الحديدة وميناء الصليف وراس عيسى وكذلك ميناء اللحية. هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية في إطار تلك العملية التهريب هي تستهدف شعب اليمني وتهدف أيضا إلى التوسع الإيراني في اليمن والمنطقة وكذلك أيضا تنفيذ الهجمات العدائية التي تستخدم ضد الموانئ والمنشآت الحيوية والنفطية في الجمهورية اليمنية. طب في منافذ مثلا يعني تسيطر عليها الميليشيات الحوثية عمليا، لماذا هذه المرة مثلا كان التهريب من منفذ يمكن لكم أنتم في صفتكم جيشا يمنيا أن يعني تقوموا بعمليات تفتيش للوارد؟ التفتيش مستمر وسبق أيضا ضبط على عمليات سابقة من تهريب تلك الميليشيات الإنقلابية الحوثية. هذه الميليشيات بإخفائها تلك الصناديق بأنها تابعة للاتصالات، ولكن كل تلك المحاولات أخي العزيز محاولاتها بذلك الإخفاء والتمويه باء بالفشل أمام اليقظة التامة لكافة الأجهزة الأمنية وخاصة الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة وبالأخص في منفذ شحن الحدودي. طب ماذا بخصوص يعني تصاعد عمليات الحوثي الميليشيات والتصعيد الحاصل في بعض المناطق الأخرى؟ التصعيد الحوثي أخي العزيز مستمر في مختلف الجبهات القتالية، وأكثر الجبهات سخونة هي الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب وبالأخص في جبهة العيرف وكذلك العمود والغريقات. هذه الميليشيات الحوثية تقوم أولا بالتحصينات الهندسية المتواصلة وبالتعزيز المستمر، آمنة بأن الطيران المقاتل لدول التحالف الشرعية لا يقوم بتنفيذ أي عمليات جوية داخل اليمن. أيضا هذه الميليشيات
الميليشيات الانقلابية الحوثية تقوم بالعديد من التسللات والهجمات، ولكن بفضل الله أن يقظة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كل الجبهات القتالية وخاصة في الجبهات الجنوبية صد تلك التسللات الحوثية. أيضا تقوم الميليشيات الحوثية أيضا بالعديد من الهجمات سواء في منطقة محزام ماس وكذلك منطقة الكسارة، لكنها كسرت أمام صلابة الجيش واليقظة التامة، وخاصة بعد تلقي جيشنا العدد من الدورات التأهيل والتدريب وأيضا تلك الأسلحة النوعية الذي استطعنا كسر تلك الميليشيات الانقلاب الحوثية. كما عاودت أيضا الميليشيات هجمات متكررة في جبهة الأجاشر ولكنها كسرت وانهزمت وولت الأدبار، وكان هناك خسائر مادية وبشرية لتلك الميليشيات في جبهة الأجاشر في محافظة الجوف. من الأهمية بمكان أيضا أنها في جبهات محافظة تعز ومن قبل محور تعز في الجيش الوطني صد كل هجمات الميليشيات الانقلابية الحوثية سواء في الجبهة الغربية جبهة الضباب ومقبنة وكذلك جبل الأحطوب، ولم تستطع الميليشيات الانقلاب الحوثية تحقيق أي تقدم على الأرض. هناك روح معنوية عالية للجيش الوطني في كل الجبهات القتالية ومستعد أيضا لتقديم التضحيات وتحقيق أيضا المكاسب على الأرض. أيضا أنها حاولت أيضا خلال الأيام القليلة الماضية أيضا إحداث اختراق وهجمات متكررة في جبهة كرش، لكنها كل محاولتها باءت بالفشل، وأيضا هي الأخرى في الضالع. لكن في الآونة الأخيرة لقيت الميليشيات الانقلاب الحوثية إضافة إلى تلك الهجمات والتسللات باستخدام الطيران المسير وكذلك القنص والقذائف الهاون والمدفعية ضد المنشآت المدنية والأعيان المدنية، وأيضا أسفر عن ذلك العمليات الإرهابية الحوثية استشهاد الأعداد من المدنيين وكذلك جرح العديد من المدنيين جرى تلك الأعمال والجرائم الحوثية وخاصة في الضالع وكرش ومحافظة تعز. وحتى يوم أمس وكان هناك أيضا قتلى وجرحى شهداء بينهم أطفال ونساء. هذه الميليشيات الحوثية نقول من خلال قناة الحداثة القناة المتميزة على المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن تدين جرائم هذه الميليشيات الإنقلابية الحوثية وأن تصنفها جماعة إرهابية أو تنظيم إرهابي، ونقول أن هذه الميليشيات يجب أن تحاكم قيادتها، وخاصة بأنها تقوم بارتكاب الجرائم وانتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. من مأرب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبد المجلي، شكرا لك. سد الحدث متواصل فيه بعد الفاصل. السوداني يعفي محافظ البنك المركزي ومخاوف من تكرار سيناريو لبنان. خطوط لهذا التماس. قد عزز الجيش السوري والقوات الروسية وجودهما. روسيا لن تنسحب من سوريا ولكنها الآن تعيد إعادة تموضع. هنا قبالة مدينة عين العرب، هدوء حذر في الجانب التركي. موقف وزير الخارجية الروسي هو ضوء أخضر. هل فعلا تركيا ستبدأ بهذه العملية العسكرية؟ تستجيب قسد بشكل جدي للتهديدات التركية. هناك قوات في سوريا تسيطر ومدعومة من قبل الروس. النظام مستعد أن يقسم سوريا كلها حتى يبقى موجود. أمام أي خيار الحكومة الإيرانية الآن؟ هناك عشرات من مهجري عفرين التي تسيطر عليها القوات التركية. هي حرب صمت، من يصمت أكثر عن تصرفات أنقرة في الشمال السوري؟ ومن سيكون داعم لقوات سوريا الديمقراطية في هذه المعركة؟ ماذا عن النظام ودور النظام؟ نتحدث هنا عن أراضي سوريا. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. ما زلنا في ساعتنا الثانية من استوديو الحدث، بالتزامن مع إعفاءات رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني لمسؤولين في سوق المال في
فيما يواصل الدينار العراقي انهياره أمام الدولار الأمريكي ليسجل سعر الصرف مقابل الدينار مستويات غير مسبوقة منذ عام 2004. المراقبون يرجعون سبب انهيار العملة العراقية لأسباب عدة، منها تهريب الأموال من المنافذ والصراع الإيراني الأمريكي والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الأمريكية لمنع تحويل الدولارات من العراق إلى إيران. المزيد عن هذا الموضوع مع الزميلة ميس الحربي. ميس إليك، تفضلي. أشكرك محمد. طبعا تفصيل لما ذكرت بالفعل هبوط حاد في العملة العراقية وقيمة العملة جزء من سيادة الحكومات، والحكومة العراقية الآن تعمل على إجراءات سريعة جراء حال الدينار العراقي الذي وصل للأسوأ، حيث تجاوز سعر الدولار 160 ألف دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي وقابل للزيادة. لتصحيح هذا المسار، رئيس الحكومة العراقية محمد شيع السوداني أقال محافظ البنك المركزي مصطفى غالب وكلف علي العلاق بإدارته بالوكالة، وأيضا أحال مدير المصرف المركزي للتجارة للتقاعد. السوداني قبل هذا الإجراء بيومين تحدث عن الفساد في جسد الدولة وسبب ارتفاع سعر الدولار مرتبط بالتلاعب بسعر الصرف من الجهات الفاسدة. نتابع ماذا قال بشأن هذا الموضوع. نحذر من يحاول استغلال الأزمة واللعب على أوجاع الناس واحتياجاتهم. لم يرتفع سعر الصرف نتيجة قرار حكومي، إنما لأن هناك من استغل الظروف الوقتية والاضطراب في الأسواق التي لم تألف بعد تعامل مع الخطوات والآليات المصرفية الجديدة التي ستحافظ على أموال الشعب، وهي خطوة مهمة على طريق الإصلاح الاقتصادي. ونؤكد هنا على أولوية مكافحة جائحة الفساد، فلا يمكن لأي جهد أن يتكلل بالنجاح طالما بقيت هذه الجائحة قادرة على الانتقال والانتشار في جسد الدولة. الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الدولار: تقنين الدولار الواصل إلى العراق من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي وإلزام العراق بالتعامل من خلال المنصة الإلكترونية لإيقاف التي تتعامل بها، طبعا هذه المنصة التي تتعامل بها دول العالم وكان العراق مستثنى منها، أيضا شروط البنك المركزي العراقية الجديدة، ومنها أنه على البنوك الأهلية المتعاملة بالحوالات الخارجية، وبعض المضاربات من قبل شركات الصرافة. جميع هذه الإجراءات جاءت لمنع تهريب الدولار لإيران التي عليها عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من اتخاذ جملة من الإجراءات التي أدت إلى انخفاض نسبي في سعر الصرف، غير أن المخاوف قائمة من إمكانية انهيار أسوأ للدينار العراقي في سيناريو مشابه لما يحدث في لبنان وسوريا وإيران أيضا وغيرها بسبب العقوبات الأمريكية واستمرار تهريب الدولار خارج العراق. مراقبون الآن يرون أن مسؤولية تقلب السوق العراقي هي مسؤولية الحكومة بالقضاء على حيتان الفساد التي تهرب الدولار إلى جارتهم إيران، وعليها أيضا ضبط الحدود والمنافذ الحدودية لإيقاف تهريب الأموال. نواب هنا تحدثوا عن أن الإجراءات التي أطلقتها حكومة السودان لن تحل من مشكلة الارتفاع، وشددوا على ضرورة التعامل مع المكاتب المرخصة أيضا التي يحق لها شراء الدولار من البنك المركزي العراقي، لأنه لا يستطيع أحد شراء الدولار بالسعر الرسمي إلا البنوك ومكاتب الصرافة المرخصة. إذن ترى، هل إقالة محافظ البنك المركزي وتعيين آخر ستفتح من خلالها الحكومة أو ستمنح الحكومة من خلالها بالسيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي الذي تضرر من هذا الارتفاع محدودو الدخل بطريقة غير مسبوقة؟ هذا السؤال وغيره طبعا مسيطر على منصات الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل محمد العراقية. شكرا لك على كل هذه التفصيلات. أشكر. مايس. شكرا. من أبو ظبي الدكتور رضوان السيد، أستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية.
أهلا بك دكتور. أهلا بك. أهلا فيك. الحديث الآن عن يعني هذه المساعي يعني العراقية لتحسين الواقع الاقتصادي في العراق، هل هذا يعني عمليا بمعزل عن المسار السياسي أم أنه لابد من إصلاح سياسي حتى نرى إصلاحا اقتصاديا؟ مدام الحديث الآن عن الدولار، المسألة في لبنان مثل العراق، بمعنى أنه قفز سعر الدولار عندنا بنسبة 20-25% خلال أسبوع واحد، يعني مع الإجراءات الأمريكية للحد من تهريب الدولار من العراق إلى إيران، وكانوا يومياً حوالي 250 مليون دولار، صار العراق يصدر أو بالاحتيال إلى إيران 50-60 مليون، ولذلك يريدون تنمية هذا الموضوع، راحوا لبنان فانهار سعر العمرة اللبنانية أكثر مما هو منهار، مثل ما انهار الدينار العراقي، لأن الدولار ما عاد موجودا في السوق، والبنك المركزي أوقف الصرف. هم أعفوا محافظ البنك المركزي العراقي لأنه ظل يقذف إلى السوق دولارات وكميات من الدولارات التي تنتهي في إيران، ولذلك أزالوه باعتباره متواطئا أو يغض النظر. عندنا هناك دعاوى ضد محافظ البنك المركزي، وهو طبعا في الأيام الأخيرة حجب الدولار عن الأسواق لأنه شعر بحركة هائلة للتهريب، كانوا يهربون بشكل محدود إلى سوريا، ثم الآن مضطرين إلى تهريب تعويض ما فات السوق العراقية حوالي 200 مليون دولار، طبعا لا يستطيع البنك المركزي أن يتحملها وليست موجودة في السوق، ولذلك ارتفع ارتفاعا هائلا، صار 55 ألف ليرة الدولار الواحد، بينما كان قبل 10 أيام كان 40 ألف و38 ألف. ولذلك نعم كلها مرتبطة بالاضطراب الإيراني. إذن بحاجة الإيران يعني نتحدث إذن عن مدام نتحدث عن تشابه لبناني عراقي بنفس المسارات والانهيارات، إذن نتحدث عن العامل الأهم هو التدخل الإيراني. نعم نحن نفعل ذلك، وهو التدخل الإيراني، وهو الاستعباد الإيراني للبلدين. ومظاهر التمرد في العراق منذ أكثر من عام على إيران وعلى السياسات العراقية التي تشتغل عند إيران أكثر من المظاهر في لبنان. والطريف أنه قبل 4 أو 5 أيام خرج زعيم حزب الله وجلس يحكي عن عظمة النمط الاقتصادي الذي اخترعه في لبنان وعظمة النظام الاقتصادي الإيراني وتهافت الأنظمة العربية وما شابه، وكله كلام. ما هو النمط؟ النمط تهريب الكبتاجون وتهريب الدولار، هذا هو نمط اقتصادي قال، والعناية بالحقول الزراعية، شو هالكلامات. المهم يعني ليس لا يسكتون عن هذا الفساد المريع الذي يحصل في كل مكان في البلدان التي يتحكمون فيها منذ 15 أو 20 سنة، يعني هي أمور لا يستطيع أحد السكوت عليها، لأنها تدمر اقتصاديات بلدين، بلد غني مثل العراق تنهار، غني ببتروله وبغازه وبموارده الأخرى تنهار عملته، لأنه كل يوم لازم يعطوا الإيرانيين 250 مليون دولار. ومنذ سنوات عندنا الشائعات عن أن العراقيين والطاقم العراقي السياسي الذي كان سائداً أيام المالكي هرب مليارات من فلوسه إلى لبنان ووضعها في حماية حزب الله. ف
فهي هما بلدان مستعمران، وسوريا شيء من ذلك، ولكن الآن ليست ظاهرة لأنه ليس عندها دولارات. يعني ما الغاية الإيرانية من تدمير هذه الدول التي يعني لها نفوذ فيها، تدميرها اقتصاديا على هذا النحو المخيف؟ ليس هناك بلد تدخلت فيه إيران وأموره تسير على نحو مرضي. في أحسن دعاية لإيران من أن هذا العراق بلد ذو أكثرية شيعية سمحت بقيام دولة صالحة ومحترمة فيه، هذه شهادة لها، لكن ليس هكذا يفكر الإيراني. لا يفكر النظام إلا بنفسه وبمصالحه القريبة، ويجد دائما أناسا فاسدين إن كان في العراق وإن كان في لبنان يشاركونه ولو بالنسبة 10% ويستأثرونهم هم بالنسبة الأكبر، ثم إن هؤلاء يجرؤون على أن يقولوا هذه طريقتنا في مكافحة الولايات المتحدة والاستعمار الأمريكي والهيمنة الأمريكية، وهذا تهريج كبير، تهريج كبير. وقد فقدنا آلاف الضحايا، ونصف الشعب اللبناني وأكثر هاجر في 20-15 سنة الأخيرة، ولا نعرف بالضبط ماذا يحصل في العراق على هذا المستوى. وقد رأينا في رياضة الخليج كم هم متشوقون إلى علاقات عربية سليمة. نحن اللبنانيين الذين منا في الخليج ما يزيد على 1.5 مليون يشتغلون، ما عدنا نرى خليجيا عندنا نذهب إليهم للعمل، وأنا من الذين يعملون في دولة الإمارات في الجامعة. لذلك هذا خراب كامل. لا تفكر إيران لا في الشيعة ولا في السنة عندما تقدم مصالحها على ذلك، وهذا أمر لا يفيدها بدليل أنهم جائعون وأن شعبهم في الشارع كله الآن. إنما ينبغي أن يكون هناك مسؤولون مستقلون سواء في لبنان أو في العراق، حفاظا على مصلحة بلدانهم وعلى حياة مواطنيهم، وهو الأمر الذي لا يحصل الآن. هم يقدمون المصالح الإيرانية على مصالح مواطنيهم. شكرا ولا لك. أدري كيف سيسكت دائما هؤلاء المواطنون عنه. شكرا لك من أبو ظبي الدكتور رضوان السيد، أستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستجري انتخاباتها يوم 14 مايو، أي قبل شهر من الموعد المحدد. وكان مكتب الرئيس قد نشر مقطعا مصورا لأردوغان وهو يعلن الموعد خلال اجتماع مع ناخبين شبان في إقليم بورصة في شمال غرب البلاد. هذا وتظهر استطلاعات الرأي أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستشهد منافسة محتدمة وستمثل أكبر اختبار لأردوغان خلال حكمه الممتد لعقدين من الزمن. سنسير جنبا إلى جنب معكم أيها الشباب لأول مرة في الانتخابات التي ستجرى في 14 مايو. كرئيس للبلاد سأستخدم سلطتي، وستكون هناك مدة 60 يوما ستسيرها هيئة انتخابات عليا. من إسطنبول الصحفي والمحلل السياسي التركي هشام جناي، أهلا بك. معنى تقديم موعد الانتخابات بداية وما ينشده أردوغان في هذه الحالة؟ مساء الخير. يعني هذا التاريخ هو تاريخ وصول عدنان مندرس، والذي يعتبرونه حقيقة الديمقراطيين اليمينيين في تركيا أنه القدوة والمثال الأعلى بالنسبة إليهم، ولذلك اختيار هذا اليوم له دلالات تاريخية لإقناع الرأي العام التركي بأن إدارة حزب العدالة والتنمية هي تكملة لمسيرة الحزب الديمقراطي برئاسة عدنان مندرس. فمن هذه النقطة تم تقديم الانتخابات شهر واحد فقط، وهذا لا يعتبر تاريخا يعني طويلا بالنسبة لتحديد ربما مصير هذه الانتخابات، هو فقط ليحمل دلالة مثل ما قلنا، ويعني إلقاءات تاريخية لتساعد في تسيير الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية.
طب عمليا كان يقال بأنه أصلا يعني أردوغان حظوظه موجودة في يعني مسألة الفوز في هذه الانتخابات كما تقول يعني مصادر أنقل عنها، ما الذي يخشاه بالتالي في هذه الانتخابات إن كانت هناك عوامل تثير خشيته؟ يعني الوضع الاقتصادي، الحرب في الدائرة في سوريا، التوترات الحاصلة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، علاوة على طبعا المعارضة التي اتحدت في مواجهة أردوغان، كل هذه كانت عوامل حقيقة يحسب أردوغان لها حسابات كبيرة. ولكن أداء المعارضة حتى الآن غير مقنع. يعني تصور أن المعارضة التي كان من المفترض هي التي تضغط من أجل تقديم تاريخ الانتخابات، اليوم نشاهد بأن حتى الآن حتى الساعة لم تعلن عن مرشح يواجه أردوغان، وهذا حقيقة يعني شيء يعني يريح أردوغان ويريح حزب العدالة والتنمية أن يرى المعارضة مشتتة محتارة بين مرشح مشترك لجبهة المعارضة المكونة من 6 أحزاب. يعني حتى الآن كل هذه المخاوف ربما يعني بددتها هذه المعارضة، والآن أردوغان هو المرشح الأقوى حقيقة في الانتخابات المقبلة. إذا تحدثنا عن منافسة محتدمة، الخصوم ما مراكز قوتهم في هذه الحالة أو عناصر يعني قوتهم؟ يعني أردوغان يعتبر الآن بالمقارنة للمعارضة يعني شخص وشخصية معروفة لدى الشارع التركي، وربما سيفضل الناخب التركي الاستمرار معه على أن يسلم الحكم إلى طاولة سداسية ربما تؤدي إلى أزمة في البلاد. يعني وهذه الكلمة أي كلمة أزمة استخدمها أحمد داوتوغلو في الأسبوع الماضي عندما أجرت قناة تركيا معه مقابلة وسألوهم عن إذا اختلفتم على قرار في هذه الطاولة السداسية فماذا سيحصل. عندها قال أحمد داوتوغلو أنه سيحصل أزمة وسنجدد الانتخابات. فهذه مخاوف حقيقية بالنسبة للناخب، أي أن يسلم الحكم إلى إدارة مكونة من 6 أحزاب وأن لا يتفقوا بينهم، وبالتالي يؤدوا إلى أزمة اقتصادية أعمق من التي يعيشها، وهذا يدفعه إلى ربما التأييد حزب العدالة والتنمية. وفقا لاستطلاعات الرأي أريد أن أنوه أن العدالة والتنمية كان متدنيا يعني نسبة الأصوات بالمقارنة مع أحزاب المعارضة، ولكن في ظل هذا الأداء الضعيف لجبهة المعارضة الآن وحسب آخر استطلاعات أن شعبية العدالة والتنمية والرئيس أردوغان يعني ترتفع، وأعتقد بأن يعني مصير الانتخابات متعلق بإعلان شخصية قوية ممكن أن تقود المعارضة وتجبر ربما أردوغان إلى التنحي في الانتخابات المقبلة. ولكن حتى الآن لم نرى هذا الإرادة، هذه الإرادة عند المعارضة، وحتى الآن مثل ما قلنا لم تستطع في الاتفاق على مرشح في يعني وجه الرئيس أردوغان. طيب كنت تتحدث عن التحدي المتعلق بالملف الاقتصادي أمام أردوغان، ماذا بخصوص يعني التدخل التركي في سوريا مثلا والنية لأي عمل عسكري ضد مثلا الجماعات الكردية المسلحة، قد تكون في صالح أردوغان أم لا؟ نعم يعني ممكن أن تكون في صالح أردوغان، لأن يعني هذا موضوع يعتبره الشارع التركي والمواطن التركي يعني أمر متعلق بالأمن القومي، هذا ليس استراتيجية أو شيئا متعلق بالعدالة والتنمية. المعارضة أيضا إذا وصلت إلى الحكم ستواصل هذا النهج من السياسة، يعني منذ عقود وتركيا تكافح التنظيمات الكردية في المنطقة، وقيام أردوغان قبيل الانتخابات عمل عسكري في شمال سوريا بطبيعة الحال سيزيد من شعبيته في الداخل التركي، وطبعا نتائج تلك العملية
ستحدد ما إذا طبعا سيرتفع نسبة الأصوات أم ستبقى على ما هي حاليا؟ يعني إذا قدم أداء ناجحا وقضى على يعني التنظيمات الكردية هناك، فذلك بطبيعة الحال سيجعله المرشح الأقوى في تلك الانتخابات. شكرا لك من إسطنبول الصحفي والمحلل السياسي التركي هشام جناي. استوديو الحدث متواصل، فيه بعد الفاصل. اختفاء غامض لعشرات الأطفال من طالبي اللجوء في بريطانيا. وباكستان تقطع التيار الكهربائي ليلا لتوفير الوقود، والفنيون يعجزون عن إعادته. أنت تشاهدين الآن هذه المجموعة من المتظاهرين من أنصار تشرين. ما الذي تغير على صعيد المشهد السياسي وعلى صعيد تحقيق مطالب المحتجين آنذاك؟ الحكومة الآن في أعلى درجات ضبط النفس، المؤسسة الأمنية بالتحديد. يعني كيف يمكن لهذه الأحزاب أن ترى نفسها خارج أي حكومة مستقبلية؟ ارتباط هذا القصف الآن كيف يحلل؟ ما هو منطقه بهذه الكثافة؟ إيران لا تريد اليوم أن يعود العراق إلى حاضنته العربية. من خلف جسر الجمهورية ما زال يغص بالمتظاهرين، البعض منهم يرفع صور الضحايا الذين سقطوا في تظاهرات تشرين 2019. ليس فيه انتماءات سياسية للتيار أو الإطار، أم أنه شارع مختلف تماما عن شارع التيار الصدري الذي كنا نتابعه؟ طبقة سياسية ما زالت تمتلك النفوذ والقوة والسلاح. أعتقد يحتاج العراق إلى وقفة جدية. كما تشاهدون في هذه الجولة الحصرية لقناة الحدث. الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت، حدث يغير شيئاً ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول. لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. ما زلنا في ساعتنا الثانية من استوديو الحدث. كشف تحقيق لذا غارديان البريطانية عن اختفاء العشرات من الأطفال طالبي اللجوء في بريطانيا في ظروف غامضة، وسط أنباء عن اختطافهم من قبل عصابات إجرامية. وأوضحت الصحيفة بأن اختطاف الأطفال اللاجئين جرى من فندق تديره وزارة الداخلية، هذا رغم التحذير المتكرر لها. كما أفاد المبلغون عن حالات الاختطاف بأن العملية كانت على الشارع الرئيسي وباستخدام سيارات مختلفة. من مدينة برايتون البريطانية مراسل الحدث مصطفى زارو. معلومات أكثر عما أوردته The Guardian، هل الحديث يعني عن حالات منفردة حصلت أم ظاهرة يخشى أنها تتزايد عن اختطاف الأطفال؟ طبعا قال
قد ينظر محمد إلى هذا الموضوع أنه يعني متشعب وليس مقتصرا فقط على فندق واحد حيث أقف، وربما هذا الفندق خلفي The Langford بمدينة برايتون هو الذي تصدر الأخبار في الآونة الأخيرة، وخاصة في التحقيق الصحفي لصحيفة الغارديان. بحسب هذه الصحيفة تقول بأن 136 شخصا من طالبي اللجوء وهم أطفال دون 18 اختفوا بطريقة ما، وحتى الشخص الذي تم التحدث معه في هذا التحقيق كان يعمل لشركة متعاقدة مع وزارة الداخلية، قال بأن تم اختطافهم، وهذا الاختطاف هو بين قوسين كما جاء في الصحيفة. ولكن من خلال هؤلاء الذين تم الإعلان عنهم أنهم اختفوا، فقط ما يقارب من 79 طفلا يعني لا يزالون في عداد المفقودين، وهذا يعني بأن أولئك الذين اختفوا في وقت ما تم العثور عليهم. ما سمعناه حتى الآن وهو من الأحزاب المعارضة تنتقد الحكومة وخاصة وزيرة الداخلية لعدم تعاطيها بشكل سليم لضمان حماية الأطفال هؤلاء المستضعفين الذين وصلوا إلى الجزيرة البريطانية عبر طرق غير شرعية، وخاصة عبر القوارب من الآتية من فرنسا، ويقولون بأن على الحكومة الآن أن تكشف عن العدد الحقيقي لهؤلاء المفقودين وما الإجراءات التي يتم اتخاذها في الوقت الراهن للعثور على هؤلاء المفقودين. وبالتالي هذا سجال سيستمر، ولربما هناك مراجعة دقيقة الآن من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية لمعرفة ما يجري حقيقة، وإن كانت الشرطة أعلنت أنها تحقق في حالة واحدة فقط. طيب، ما الإجراءات الآن التي ستتخذ في هذه الحالة من أجل حماية، لأنه نتحدث عن طالبي اللجوء نحن؟ صحيح، وخاصة هؤلاء الأطفال غير المصحوبين بذويهم عندما وصلوا إلى بريطانيا. ما يمكن أن نتوقعه أن وزارة الداخلية ستتخذ بعض الإجراءات المرتقبة، وخاصة بالتنسيق مع الشرطة وأيضا الهيئات المعنية بالطفل، وخاصة أولئك الذين يعني يتم الإعلان عن فقدانهم، بالإضافة إلى مجلس بلدية برايتون وهوف يجب أن تقوم بالمزيد. هناك أيضا ربما مساع لمعرفة العدد الحقيقي لهؤلاء المفقودين، بالإضافة إلى ربما دفع الشرطة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات فيما يتعلق بتعقب أو معرفة أين يوجد هؤلاء المفقودين في الوقت الراهن. وحتى وإن كان التحقيق أشار إلى ربما يتم يعني إبعادهم من هذه المنطقة ربما إلى اسكتلندا ومانشستر، وكل هذا بسبب يعني المتاجرين بالبشر، وخاصة أولئك الأطفال الذين يتم ربما استغلالهم عندما يأتون إلى المملكة المتحدة. من برايتون في بريطانيا مراسل الحدث مصطفى زارو، شكرا لك. انقطعت الكهرباء عن معظم أنحاء باكستان لعدة ساعات صباح اليوم. أدى قرار للحكومة طبعا هذا القرار لهدف توفير الطاقة إلى نتائج عكسية ما تسبب بانتشار حالة من الذعر. وقال مسؤولون أن السلطات قطعت الكهرباء في جميع أنحاء البلاد خلال ساعات الاستخدام المنخفضة ليلا لتوفير الوقود، ما جعل الفنيين غير قادرين على تشغيل النظام مرة واحدة بعد بزوغ الفجر. كما انقطعت الكهرباء عن كراتشي، كبريات مدن البلاد ومركزها الاقتصادي اليوم مثلها كمثل مدن رئيسية أخرى. وقال عمران رانا المتحدث باسم شركة الطاقة الرئيسية في كراتشي إن أولوية الحكومة إعادة الطاقة إلى المرافق الاستراتيجية من بينها المستشفيات والمطارات. من إسلام أباد مراسل الحدث عبد الرحمن المزيني، ما الذي تضرر الآن ومن يعاني أكثر في هذه الحالة بسبب انقطاع الكهرباء؟
نعم، هذا الانقطاع هو الأحدث في سلسلة الانقطاعات التي تشهدها باكستان خلال السنوات الماضية. منذ ساعات الصباح الباكر نحن نتحدث عن نحو 8 ساعات ولا يزال انقطاع التيار الكهربائي متواصل في مختلف مناطق البلاد. بلا شك مختلف جوانب الحياة لا سيما الحياة اليومية تأثرت جراء هذا الانقطاع. نحن نتحدث عن المستشفيات، نتحدث عن شركات الطيران، لكن أود الإشارة هنا إلى أن نتيجة للتجارب السابقة في باكستان فمعظم المرافق الحيوية والاستراتيجية لديها وسائل إنتاج طاقة بديلة. هناك مولدات تعمل بالوقود، هناك أيضا طاقة تعتمد على الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء لعدد من المرافق. أيضا المحال التجارية والمصانع معظمها اتجهت إلى أن يكون لها مولدات بديلة ومصادر بديلة للطاقة لمواجهة هذا الانقطاع المتكرر الذي جرى في باكستان على مدار سنوات. بلا شك المستشفيات تأثرت، أعمال الشركات والمصانع تأثرت، لكن هناك أيضا خطط بديلة ورديفة لتوفير العجز، لكن العمل ربما تأثر الآن. بدل أن تقوم المستشفيات بالعمل بطاقتها الكاملة يتم تقليص مثلا عدد العمليات التي تجرى، لأن الضغط سيكون منصب على يعني الأولوية الآن بس الأولوية لتوفير هذه الطاقة للمشافي طبعا، نظرا يعني لأنه نتحدث عن مراكز هي بالأساس طبية صحية تعنى بسلامة الإنسان. هل هذا ممكن بحسب ما ترصد يعني وتعرف؟ نعم هو نعم بالفعل هو هذا ما تقوم به السلطات الباكستانية، وكما قلت معظم المستشفيات لا سيما في المدن الباكستانية لديها مصادر رديفة للطاقة. هناك مولدات تعمل بالوقود، هناك طاقة يعني يتم يعني إنتاجها عبر الخلايا الشمسية. يعني المستشفيات هي تعمل لكن ليست بطاقتها الكاملة. نحن نتحدث عن مدن، ربما الوضع في القرى ربما أكثر سوءا نتيجة للنظام الصحي الهش في تلك المناطق. لكن وزير الطاقة الباكستاني خرم دستغير قال بأن عملية إعادة الكهرباء تجري تدريجيا والآن بدأت من شمال باكستان. الآن هناك يتم إعادة التيار الكهربائي جزئيا هنا في إسلام أباد وفي مدينة بيشاور وفي كوتا وفي ملتان. هناك أيضا عودة بسيطة للتيار الكهربائي في عدد من مناطق كراتشي، العمل المتواصل. وهناك السلطات وضعت حدا زمنيا حتى الساعة 10 مساء لإعادة التيار الكهربائي إلى كافة مناطق الباكستان لكن أود الإشارة إلى أن حسب التجارب السابقة قبل نحو عامين الآن استغرق إعادة التيار الكهربائي نحو 24 ساعة. أيضا كان هناك حادث مشابه في شهر أكتوبر الماضي، انقطع التيار عن نصف مناطق الباكستان، مناطق الجنوبية وجنوب غرب البلاد. أيضا استغرق ما لا يقل يعني عن 12 ساعة لإعادة التيار الكهربائي إلى هذه المناطق. وزارة الكهرباء الباكستانية تؤكد بأن فرقها تعمل على قدم وساق لإعادة التيار الكهربائي إلى وضعه السابق. لكن أود الإشارة هنا إلى أن مسألة إعادة أو مسألة الطاقة هنا في باكستان هي مسألة تؤرق السلطات الباكستانية، وهناك عجز في إنتاج الكهرباء خلال السنوات الماضية. لكن هنا كما قال الوزير في فترة الشتاء وبسبب الأوضاع الاقتصادية اضطرت السلطات إلى إغلاق بعض المحطات إنتاج الطاقة مساء من أجل ترشيد الاستهلاك وتوفير الأموال. لكن عندما أراد نعم انتهى الوقت. يعني أشكرك من إسلام أباد مراسل الحدث عبد الرحمن المزيني، شكرا لك. منتصف أغسطس عام 2021 نقطة تحول في تاريخ أفغانستان الجديد، ففي هذا التاريخ
اكتمل انسحاب القوات الأمريكية والغربية وسيطرة حركة طالبان وبسهولة على البلاد. سيطرة تسببت في تغييرات كبيرة في مختلف مجالات الحياة وعلى نحو خاص الإعلام الذي تراجع على نحو كبير في ظل السلطة الجديدة. لم تكن أكثر توقعات الإعلاميين الأفغان تشاؤماً لتصف وضع الإعلام الأفغاني الآن بعد نحو 18 شهراً من سيطرة حركة طالبان التامة على البلاد. بدا المشهد الإعلامي الأفغاني رمزاً من رموز الماضي، أما الحاضر فصادم. العشرات من الإعلاميين توقفوا عن ممارسة عملهم وغادروا البلاد أو يحاولون المغادرة، فيما وسائل الإعلام تبحث عن طوق نجاة. يجب أن تقوم الأمم المتحدة بدعم الإعلام في أفغانستان وتلعب دورا فعالا في إعادة الصحفيين الذين غادروا البلاد. مسرور لطفي إعلامي أفغاني يقول إن هروب الصحفيين من البلد وإغلاق وسائل الإعلام أظهر الاتجاه الهبوطي السريع للإعلام، مضيفا أن المشاكل المالية وقلة الوصول إلى المعلومات وقلة التنوع في البرامج مشاكل ما زالت قائمة. لقد أجرينا مع طالبان اجتماعات مختلفة، وطالبان تقول لنا أنها بصدد وضع برامج دعم لوسائل الإعلام. أرجو أن تقوم طالبان بتنفيذ برامج دعمها في أسرع وقت ممكن. أعلن الاتحاد الوطني للصحفيين الأفغان أن ما لا يقل عن 579 وسيلة إعلامية كانت تعمل في البلد، وانخفض عددها عام 2022 إلى 192 منفذا إعلاميا، وأن 70% من الإعلاميين و30% من الإعلاميات فقدوا وظائفهم. يقول بيان الاتحاد الوطني للصحفيين الأفغان في أوائل عام 2022 كانت خطابات بعض المسؤولين من طالبان واعدة حول الاعتراف بقانون الإعلام وتنفيذه، ولكن لم يشهد المجتمع الإعلامي الأفغاني أي تقدم ملحوظ في مجال القوانين الإعلامية. عبد الله نادر، الحدث، كابول. بهذا إذن تنتهي ساعة استوديو الحدث لهذا اليوم. فتحنا فيهما عددا من الملفات، وفيناكم بكل الأخبار العاجلة والمستجدة. البداية كانت من إيران في ظل التطورات الحاصلة على الصعيد الداخلي والاحتجاجات، وعلى صعيد المفاوضات على النووي، التطورات أيضا في العراق اقتصاديا وسياسيا، وموضوعات أخرى. غدا ساعتان أخريان متجددتان وللحدث بقية.